في بداية أشغال اجتماعه الأسبوعي تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون متعلق بالاتصال السمع البصري، ويهدف هذا المشروع الذي قدمه وزير الدولة عبد الله بها نيابة عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. ويأتي مشروع القانون، هذا المشروع وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة المغربية أو المرأة بصفة عامة. وهذا النص جاء تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي أكد على المساواة، وبالتالي يدعم خطة الحكومة في آفاق المناصفة تطبيقا لما ورد في الدستور وللمناصفة موضوع المناصفة الموجود بالخطة المسمى إكرام. انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع مرسوم بإحداث جائزة محمد السادس لفن الزخرفة على الورق قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. المشروع الذي يأتي استجابة للتعليمات الملكية السامية يهدف الحفاظ على هذا التراث الفني الأصيل وتشجيع تجديده وتطويره. بعد ذلك تدارس المجلس مشروع مرسوم آخر بخصوص وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم العسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم، مشروع قدمه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بعد أن قررت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تعيين ضباط سامين كملحقين عسكريين لدى سفارات المملكة المغربية بكل من طرابلس، ليبروفيل وأبيجون، مما استدعى إحداث مناصب جديدة لهذه الغاية. وافق المجلس بعد ذلك على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعاون موقع بليبروفيل في ميدان الملاحة التجارية بين المغرب والغابون لتشجيع وتيسير وتطوير العلاقات البحرية للرفع وتحفيز النمو المستدام للنقل البحري بين البلدين. خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014-2017 مشروع آخر تدارسه المجلس الحكومي قدمه وزير العدل والحريات. ركز المشروع على ضرورة تحقيق المساواة واعتماد الحكمة الجيدة في مستويات متعددة، كما أن انسجام مشروع الخطة مع مقتضيات الدستور الجديد 2011 يجعل منها آلية أساسية وضرورية لمصاحبة وتعزيز التطور المؤسساتي والحقوقي على الصعيد الوطني الذي انبثق عنه تعاقد جديد بين المؤسسات والمجتمع يجعل من حقوق الإنسان وحكم القانون أساس لجميع مداخله. وفي الختام وافق المجلس الحكومي على مقترح تعيينة في مناصب عليا.